والله شغل عادل مادل قالوها هذه على فكرة الأغنية لها قصة جميلة راح أقولها لكم بعدين. حبايبي أنا والهان عليكم من زمان ما طلعت أدري أنا مقصر مو الإعلام أنا اللي مقصر حقيقة. هذه الأغنية شيء لقشش من كلمات الأستاذ ثامر السيار ولها قصة حلوة راح أقولها لكم بعدين. حلقة الليلة راح تكون شغل عادل مادل أوعدكم أنا فيها تحية حلوة معطرة ومرششة ومبخرة تحمل كل الطيب ومعاني الحب مهدا لكم يا أهل ديرتي وكل اللي شاهدونا ديالي الكويت اللهم اجعلها دائما عامرة إن شاء الله. الليلة بقول لكم سالفة أنا بقدم لكم مذيعين حلوين اثنين عندي بنية وولد أنا من المعجبين فيهم ولكن الليلة ما يخالف يلا نستضيفهم احنا بالحلقه ايش رايكم؟ ماشي ماشي اضحكوا يا اخوان السالفه حياكم الله حياك الله اخوي عبد الله يا مرحبا فيكم انا حقيقه انا اللي مشتاق لرؤيتكم انا قد اكون ممكن زمان اني ما انقطعت عن الشاشه ولكن مثل ما يقولون قلبي معاكم يعني احنا اولاد هذا التلفزيون دائما الله يحفظك عبد الله شكرا تحياتي لاخوان الفرقه ايضا نورنا الاعلام الله يطول عمرك والمبدع يعني محمد لويس فعلا يعني حبيبي. انتظرنا على حرب من الجمر على قولتهم عشان بس نشوفك تنور بحلقه الاهلي الكويت بس احنا قبل ما نبلش حوارنا وياك خلينا نشوف سي في صغير عنك مع الساده المشاهدين ونرجع معاك مع الحوار الطيب حبيبي يا مرحبا الطبيب اللي نذر نفسه لنا له محل غالي بوسط قلوبنا الإعلامي محمد لويس في بداية الستينات من جيل فناني المونولوج كان له رصيد كبير في هذا الفن وشمل الأداء والتلحين والتأليف وكذلك من أبرز أعماله في مجال المونولوج شيلي قشتش وقدم العديد من البرامج في الإعلام التلفزيوني والإذاعي ومن أشهر برامج التلفزيونية فوز فيها للمسابقات وبرنامج غطاوي في برنامج سمينا مسابقات فوز فيها إلى جانب ما قدمه من الفن فهو إعلامي مميز ومخرج تلفزيوني معطرة لمرششة لمبخرة الإعلامي محمد لويس الآن في ليالي الكويت حياكم الله معنا من جديد وباسمكم نرحب من جديد بالإعلامي والمخرج التلفزيوني الكبير محمد لويس حياك الله ويانا من جديد سعداء جدا وبعد هالسي في الحلو تاريخ حافل بالعطاء من الستينات أبو عبد الله متى كانت البداية؟ متى ما أذكر تواريخ ولكن أذكر أني دخلت الإعلام وايد صغير حتى اضطروا أن يكبرون في عمري أي. عشان كنت ألعب بالسالمية نادي السالمية عشان يخلوني ألعب درجة أولى شنو كنت تلعب؟ كنت حارس مرمى حلو بس مو زين كل يقولون علي بس تميز بالإعلام تميز بالتلفزيون أي لا في الإعلام أنا حقيقة دخلت بطريقة يعني ولهم أفضال علي يعني لا أنسى المدرسة الكبيرة اللي الأستاذ حافظ عبد الرزاق فيصل الضاحي فطاحلة بدر بورسلي المجموعة كنا مجموعة أقول لك يمكن نعيش في التلفزيون أكثر من بيتنا وكنا طبعا في مدرسة مميزة ندمان أن هالإنسان هذا حي ولا يستغل في دولة مثل الكويت الأستاذ محمد سنعوسي محمد السنعوسي بصمته موجودة والله العظيم يا غادة سبق وعصر الإعلام هذيلا كلهم
سبق وعصر الاعلام يعني كانت حتى كادرة ترى ما عندنا اول يقصون كرتون يلصق على الساعه 10 والله يعني شوف لها الدرجة ما كان ذيك الامكانيه ما كانت يسمونه ولكن خلقوا من لا شيء شيء كانت كل تلفزيونات الخليج مع احترامي لهم وهذا الشيء طبعا في نقوله في حق تلفزيون المدرسه الكبيره تلفزيون الكويت ما كان ينتجون يبثون فقط يبثون مجرد بث وتلفزيون الكويت اي عمل يعمله كان يعمل منه ست اشرطه ونبعث الى عمان وقطر ودبي والبحرين وكل هذول الدول ويبثون حلو ولذلك لما بعد الغزو انا حطيت في مخي اني ارجع المكتبه ووجدتها موجوده في الدول هذه كلها حلو عبد الله يعني ما شاء الله يعني سي في مليء بالنجاح يعني سي في ذهبي ولا غلطه ما شاء الله لكن هو يتمحور يعني على ثلاث محاور انت قدمت برامج واخرجت وغنيت يعني ما شاء الله ما ادري وين ابتدي وياك بس خلينا نشوف انت وين حاب نبتدي وياك ونسالك من شيلي قشر شيلي قشر خلاص اوكي يعني غناء نبدي من الغناء والمونولوج لا خلينا نعرف اول شيء شنو المونولوج هذه هو المونولوج اداء فردي ولكن المونولوج بديناه بطريقه صح في اعتقادي انا انا غنيت عمري تقريبا 13 سنه كانوا يودونا المعسكر الكشفي ولا يخلونا نبات يردعونا احنا لان آخر المغرب يرجعوننا يخلون بس اللي هم الكشافة والجوال والأمور هذه حتى لحقت في عمري أسمع أن أستاذ محمد ناصر السنعوسي وثامر السيار يغنون أنا السنعوسي وأنا السيار أنا وأنت عقلنا طاول أذكر هذه أذكر ودي أشوفهم هذه أسرارهم ودي أشوفهم ودي أشوف السنعوسي ودي أشوف أستاذ ثامر السيار بس ما أقدر فكان في سنة من السنوات اللي بعد يتجمعون كل الدول يجون ويشاركون المعسكر الكشفي الكشافة مال الدول هذيلا فقدموني أغني أغنيتين مدري ولا قد الحافك وأغنية ثانية ما أذكرها عن فلسطين على ما أظن شباب الفدا يا شباب الفدا فلسطين نادت فلب الندى على ما أذكر يعني ما تقول هالأغنيتين فازوا طلب رحمة الله على الشيخ عبد الله اليابر أن تسجل الأغاني هذيلة لي في الإذاعة. والله أنا رايح الإذاعة تقول معرس الناظر معاه الناظر معاه الوكيل معاه مدرخ مال الموسيقى هي تقول مكتشف كلثوم. شو شنه ورنه مستانس طبعا تخيل وسجلوا لي أذكر أغنيتين وبعد سجلوا لي أغنيتين ثانيين هذيلة كانوا بداية كان على ما أظن الأستاذ عبد الرزاق السيد أخو عبد الحميد السيد الفنان الله يرحمه هو اللي كان ماسك البرنامج الثاني على ما أذكره اللي حين أنا أسمون كان بدايتي من المعسكر الكشفي تبناني الأستاذ عبد الجبار مزعل أستاذ عبد الجبار مزعل خير من غنى هذا اللون أعطاني أغنية والله عجايب يا دهر وأعطاني اللي تخطب من برة هالأغنيتين ومن فضل برا. الله ضرب وضرب أذكر أذكر ياتني مرة ولحد الآن من المسابيح بعدين عرفت من المسابيح الشعر عشان تعطينا 10 دنانير من كلماته عبد الله من كلماته كلمات سعد عبد الجبار مزول اللي تخطب من برا والله عجايب يا دهر عطاني اكثر من عمله انزين هذه الكلمات تتذكر منها شيء ولا ما تتذكر اي هي تبين يلي تخطب من برا حق شبابنا لا تخطبون من برا يقول يلي تخطب من برا بنات بلادك احسن لك اسمع كلامي هالمره وانا على الخير ابدلك بنت بلادك مهما يكون تصبر عليك تعرف طباعها وتعرف لك لما تذيك غني فقير يا حبيبي إيه تبغيك وتعيش معاك على الدنيا حلوة ومرة يلي تخطب من بعض الله 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 صح لسانك صح لسانك بس أنت في بداية الحلقة شوكتنا على شيلي قشر قلت لها قصة واللي عرفت أن أنت يعني على قولتهم خليتها بالأدراج حبيسة الأدراج فترة طويلة كنت رافضها نوعا ما أنا لا مو شذي اختغادة شنو اللي حصل كنت أشوف كل أستاذ عبد الجبار سعد عبد الجبار بما أنه سيصبح مدرس فمن الصعب أنه يهز شخصيته إلا أن يقدمه طبعاً ذيك الساعة يعني كاشخ نشرين بغتره ما نلبسه فأخذ ستايل معين ستايل معين أنه شنو أنه رسمي في الهد فكان يعطيني الأشياء القوية كنا نعالج أي موضوع بحزته
حق. عن الزواج، عن الزواج، عن المهر، عن المهر، عن السير، عن السير، عن كذا، عن كل شيء. في كل شيء عبد الله بحجته كان يعطينا شيء حلو. فلما يعطينا الشيء لقى شيء استاذ ثامر السيار. طبعا استاذ ثامر السيار ذو منصب صار طبعا ترك المجال هذا. هو استاذ عبد الجبار وكذا. ف بغاني اغنيها. حطيت الاغنيه معاي وقعدت. منو معاي؟ معاي عبد الرحمن سريع. يا السريع اقولها ما اقولها، اقولها ما لا ما ادري شنو، لا ماني قايلها، لا ما شلون لونها غير، كان يقولها اداء متردد. ليش؟ ليش ما ادري؟ احب كل شيء، كان جد، احب رسمي، احب كل شيء كذي نصايح وكذي يعني. والله يقسم الله وسجلها. صار حفل نادي العربي او القادسيه او شغله من هالنوع. استاذ احمد باقر رحمه الله عليه كان يقول لي غنها. سمعت يا قال غنها يا علما غنيها وتضرب هالاغنيه. قلت هذا اللي ما ابيها انا. هي اهم شيء تعبير الحركه. هي اي هذا اللي ما ابيها تعبير الحركه. انت اللي ادها وامر من هذا انه ياتني شركه وشرت مني الاغاني. طبعا شروها ببلاش. شروها ببلاش. شلون شروها ببلاش؟ شروها بعد بيسجل لك اسطوانه. عندك الساعه وين تسوي؟ وين من اللي سجل الاسطوانه؟ ياتني شركه اسمها يوسف فون. اي شروا من عندي اربع اغاني. طبعا ما اعطوني ولا فلس. قول ماكو مشكله اذا هذا انتشار. هذا انتشار اوكي ما عندنا مشكله. قدم تنازلات شوي. بسوي الاسطوانه، بسوي الاسطوانه بستانس. والله يعني المدرسه اذكره وقعت. بعدها يعني منو؟ يعني ابو زيد فون، شركه ابو زيد فون صق عبي. ابوهم يعني كلموني بعد. قلت يلا كله واحد. انت ما اعطي ذيله؟ شلون تعطي ذيله؟ ما اعرف شنو الاصول عنك ما تعطي ذيله. والله اذكر هي نزلت واغنيه حق حسين جاسم اسمها يا ابو الموقه. يا غالي يا ابو الموقه. يا ابو الموقه. اذكر حاطين طبعا الاسطوانات. انت شفت شكلهم؟ الكبار السود. لا سلامه عمرك. شفت لو يشوفون الاهالي يبكون عليهم كنا حلاوه. واحده خضراء واحده برتقال. واذا حطيتيها بالشمس تسمعين اغاني غير تطلع تنعود تنعود. فبين مطرب ثاني. اي في هالزمن ابو عبد الله كان نازل هذا الكاترج. الكاترج اسمه. اي نازل. اي بس هذا الكاترج كانت الاسطوانه سبقته بعد. اي الاسطوانه كانت اول ما نازله. يقول لي طبعا تنافسوا الشركتين على طباعه الاغاني ذيلا. اذكر يدور واقفين بالسوق والله العظيم تطنز عليه احمد الصالح رحمه الله عليه. تطنز عليه طنازه تمت بخاطري انه قاضبين كرتون مربع الكبر وفي الاسطوانات. هذا يقول يا ابو الموقع شو هذا؟ يقول شو اللي قال وين شنو؟ يه امر علي مال طالع يعني شنو مو انا. فبين وين طبع يقول منها طبع 16,000 اغنيه. أوه. اول طبعه. اوف هذا إيه؟ هذا عدد ضخم. ضخم يعني في ذاك الوقت يعتبر ضخم. إيه؟ يعني هالاغنيتين اذكر يا ابو الموقع والاغاني ذيله. إيه؟ يعني من انا والله ما ادري. بعدين زين زين صرت مغرور قلت ما حاكي اي واحد. ما ادري ايش انت تسولف. يا حالك شوي. ما ادري ايش انت تسولف. ابو عبد الله يا ببالي 98 سياره. 98 جت ببالي ليش ما ادري والله. سياره؟ اي 98 عرفتها طويله. وانت قاعد تسولف جت ببالي ما ادري ليش. هي اللي صورنا فيها؟ لا ما صورت فيها. هي تبالي كذي سياره نايتيت. ما ادري ليش قلنا كاترج نايتيت بيضه من داخل عنابي. سيارتي ولا تلقى الا المكان اللي تقعد فيه الماضي كله من قراطيس. زين عبد الله قبل شوي يمكن تكلمنا على المونولوج. زين يعني في هذيك الفتره كانوا الفنانين الضاربين يعني مصر كان منهم شكوكو لبلبة وسعاد وعندك بالكويت سيد الملاح حضرتك مجموعة كبيرة والأستاذ أحمد عامر. نعم. زين ليش اختفى بعد فترة؟ ضعف ضعف إلى أن اختفى. شوف المنروج بالذات بقول لك شيء واحد. يحتاج إلى كاتب معين، يحتاج إلى مؤدي معين، يحتاج أنك تحترم نفسك على المسرح أكثر من اللازم، يحتاج انك لما تقول موضوع في خط رجعه. فبالتالي يصعب على الكاتب او كذا ولا يحتاج انك تكون كمطرب، يحتاج انك تأدي كصوت اداء بس لا اكثر ولا اقل. كافي هذا تأدي انك غنوا في الكويت. طبعا اول من غنى او انا وعيت عليه الاستاذ مزعل مزعل اخو الاستاذ عبد الجبار مزعل. اول من غنى الملوج وكتبه. ثم اتى الاستاذ عبد الجبار مسعد واللي تبناني طبعا عطى الامور هذه كلها. ثم جاء الاستاذ احمد العامر، ثم جاء الاستاذ احمد القطامي، ثم جاء المرحوم احمد القلاف رحمه الله عليه، ثم طلع عبد الرزاق موسى. كل هذول طلعوا ولكن كل واحد كان له لون معين.
أنا أخذت ستايلي اللي هو نفسه ما غيرت. تقريبا سجلت كم كبير من الأغاني يعني وايد يسمونه. انحراء أو انقطع الملوج عن العالم العربي ككل لأن انحرف عن مسار الصحيح. أوكي. أي. أصبح اللي يلبس اللي يلبس ميشن ويناقز وأصبح اللي يرقص على المسرح ولا... فأنا بكرة ما يرضين إن أولادي يشوفوني أبوهم عقب يتمرقص أو غير عن ما كل أدى الملوج أدابي بأسلوبه المميز. ما أكو داعي إني أصل لمرحلة إني أرقص وطامن. أنت أصبحت أرقص يعني هو معناته أنك أنت توصل رسالة برافو عليك بشكل جيد محترم. أنت ولا أنت مش موعظ ولا أنت إمام مسجد ولا أنت كذا. أنت قاعد تقول شيء توصل معلومة للناس بشيء حلو. فما كدع الرقص واللباس والأمور هذه. أنا حقيقة هذا مبدئي إنما ما عندي سالة أتحرك على المسرح أكثر من كذا. تقول لك نكتة تسولف كذا على ما يجهزوا الفرقة. بس أخوة الفن نفسه يعني تحس أن جمهوره أصلاً أصبح يرفضه؟ لا لأن الأغنية غادة أخذت مكانه. الأغنية أصبحت برتم المانولوج. والأغاني الشعبية هذه اللي فيها يعني شوية من الضحك أو القشمرة أو الإفيه. برافو عليك. يعني هذه شوفي هو شنو كان يعني كانت الأغاني أول حتى الأغاني القديمة حتى الكويت التم هني والتك عند باب الاستديو. تم أمانا ناينا تم تم مقدمة الأغنية وترين ما يطلع عنهم طينق 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 طينق. هذه المانولوج أصبحت الأغنية سريعة الرتم أصبحت تنافس المانولوج. أنت علي؟ بس أنت كان لك أيضا زيارات حق القاهرة وأنت دارس بمصر. أنا خرج القاهرة. أنت يمكن يعني وجودك هناك بذاك الوقت خلاك تتقرب من الفنانين. لأن كان عندك كلهم كنا نتجامع في مسرح الجيب وكان الأستاذ يوسف المهنة هذا الولد سبحان الله يعني إنسان موهوب مدرسة والله يتطور مع الزمن. كل ما تشوفه يوسف المهنة هذا يوسف المهنة. التقيت في مجموعة كبيرة كل فنان التقيت فيهم. اللي في مصر. إيه حتى حلو. مرة سوينا لقاء أنا والسيد الملاح واللبلبة. تخيل أنا. هذا قلت عنه قبلها. هذا بأي قناة بأي تلفزيون. كلهم علي صوت العرب كلهم علي روحي أنا. يقول بتشيتهم. بس والله سكتهم لك. والله. أخيرا أقنعت إن المنلوج غلط اللي قاعد تسوونه أنت ورقص وكلام فاضي هذا مو منلوج. اللبلبة تعتبر مقلدة فقط. يعني ما سويت مونولوج بالمعنى المعروف ولذلك ما عاش عمر اي بس ولذلك ما يعني انا حقيقه ما احب اتطنز على غيري التقليد. او اقلد غيري او استهزئ في غيري انا ما احب بس سيد ملاح كان ممتاز. سيد ملاح بدا ممتاز اي ولكن مع الاسف انحدر شوي يعني شوي اي بدا يعني انا عندي شفته مره بعمل عز ان شاء الله بصوره الفانيله لا يسوي مال بالسحر ما يسوي شيء ما يحتاج برزان ابو عبد الله طالما انت ما راح تسكت الحين ضحكت خلاص الحين طالما انت يعني نقول بعد ما يعني نزل الرتم مال مونولوج خلصنا منه نعم. زين ليش ما خرط في الخط الثاني خط غناء اغاني الرومانس مثلا يعني حرك حال فناني مثلا غني بقول لك شيء واحد هنا لما في ثلاثة أقول لك طبعا أنت ولدك ما ولدك على طول خذ الطريق سباقي وايد رومانسي والله آمنت بالله إن 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 أولادك إذا بغوا شيء لا تنحرون خلاص هم عرفوا شيء. شوف يقال عن فلان فنان ويقال عن فلان عفوا مؤدي وفلان مطرب وفلان فنان ايوه حسمي لك الثلاثه المؤدي هو انا اؤدي ولكن اقول سليم ثم ناتي الى الفنان من يعرف كيف يتفنن في الغناء وصوته حتى لو كان صوته مش جميل ولكن يعرف وين يقول الحلي الجميل صح. ثم ناتي الى المطرب من اطرب المكان تجد صوته اجمل من الاله الله. اما في الوقت هذا الان ممكن انا اصير فيروز اذا تبي ركب الجهاز يسوي صوتي صوت فيروز أراهنك ليش الأجهزة الحين نشوف لكن حشي المحك المسرح المحك المسرح يعني شوف شفت عبد الله رويشد الله يحفظه إن شاء الله شفته على المسرح أوركسترا ورا كورة في القاهرة يمكن شفتوها تسمع صوت جميل تسمع أداء نبيل كذلك نفس الشيء عندنا الفنانين على فكرة سبق وعصر هذا المطرب من يقف على خشبة المسرح ويغني
مش المطرب تلاقي الجمهور منطرب. هذا الجمهور يميل معاه، معلوم يميل معاه غاني مطرب. أطربت المكان انت مطرب. أطرب الجلسة. عندنا صورة انا بيك تعلق عليها وبعدين برجع شلون خليت عيالك يغنون وشلون دعمتهم فنيا. خلينا نشوف صورة مع بعض مع اسامة. لأن نبي نستغل الوقت عبد الله ونتكلم عن التلفزيون لأن وايد تاريخك طويل مع البرامج، معلوم. ويعني صراحة انا اغبطك انك طلعت بفترة يعني مع هالأساتذة الكبار. أيوة. وهذه الصورة الجميلة لجميلة الشاشة الكويتية أمينة الشراح. على فكرة بقول الشيء واحد، الأستاذ يحيى أحمد، هاي كنا قاعد نقدم أنا وأمينة على مسرح سينما الأندلس. هذا تاريخها 1970 عدل؟ ما أذكر والله أيام. على فكرة ترى في أنت وأمينة متقاربين في عملية الهدوء. أنا؟ يسلم قلبك والله، تسلم. شرف كبير، الله يسلم. هذا فنكي معلش. يعني. هذه كانت حفلة. إيه كلها كنا نقدم حفل على الأندلس أنا وياها، حفل الأندلس. وأنت تقولي شلون طلعت أنت، شلون صرت مدير؟ أي شلون صارت صدفة؟ صدفة. أي. الله يسلمك. كان عندنا أول يونا الفرق من المغرب، من تونس، من الجزائر، من مصر، من كل العالم يوني يشاركونا حفلة عيد الوطني مالنا. يعني ما تقول كانت جايه حفله، في حفله من الحفلات انا مخرجه وانا اغني فيها، خلي جواد يمسك فقرتي واروح انا اغني واقدم فقرتي. اي قبل ما عندنا يعني تشتغل. الله يسلمك يا، كان ما اعرف من هو المذيع، ماني ذاكر اسمه، ما ابي اقول، اذكر ذكره بس ماني فاهم. كان المفروض هو يقدم الحفل. انزين. مايا حفل بنطلع على الهواء. تاخر؟ مايا موليه، مش سالفته. اوكي. كان يقول لرضا الفيلي محمد اطلع قدم الحفل الله يرحمه. قلت له شنو؟ قال اطلع قدم الحفل. مين كانت قاعده معنا؟ الاخت ليلى. ليلى العثمان. اي كانت تقول اطلع. اطلع قدم. طلعت حاطه ايدي حاطه ايدي تاشر لي نزل ايدي. تذكرت ان ايدي انا راح. قدمت الحفل كنا يازل لهم. سبحان الله. إيه كملت الحفل كامل. صار الحفل اللي وراه يونا على الأندلس، هذا كان في الدسمة. اطلبوا إن أنا أقدم الحفل. عادوا حفلات الأندلس يعني كانت شيء قوي. إيه؟ نفس مركز جابر الحين. برافو عليك. طلعت قدمت الحفل. كان يونا مطربين نسوي جلسات. حافظ على الدرجة يقول أبغى تقدم الحفل مال شو يسمونه الشعبي هذا. بعدين ضمينا أنا وأمينة وقمنا نقدم برامج، نسيت نفسي. استمتعت وكنت وايد يعني عفوي وهذا كان شيء يميز. هذا اللي كان تقريبا يعني تلقائيا مثل ما يقولون. زين تتذكر زيارات مثلا ام كلثوم؟ تتذكر زيارات عبد الحليم؟ فريد الأطرش؟ هالنجوم الكبار هذول. شوف بقول شيء واحد، كانوا يترددون على الكويت من جميع انحاء العالم. والله يا عبد الله لو اقول لك شيء ما تصدق، تلفزيون العراق طبعا سابقنا. احنا اللي غذيناه، اعطينا اغاني مطربينهم. حضير ابو عزيز اعطيناهم، اعطيناهم عزيز علي، اعطيناهم شو يسمونه هذا فوق النخل، شو اسمه اللي غنى فوق النخل؟ ها مو الياس خضر؟ لا شو اسمه؟ لا مو الياس خضر، ناظم الغزالي. ناظم الغزالي اعطيناهم مجموعه اغاني احنا نعطيهم. احنا أنا اللي عرفته ان كانوا يصورون عندنا، يعني ان كانوا يجون تصوير الفيديو كليب يكون عندنا بالكويت. وبعدين لعلمك كان بالنسبه لهم هوليود احنا يعني. اذكر كانوا لنا شباب من البحرين. اذكرهم فريد غامبار، حسن عيسى، المجموعه ذيلا اللي تخرجوا من الكويت، هو اللي مسكوا تلفزيون البحرين. سووا معنا هنا، كانوا لنا من كل يسمونه. حلو. بالنسبه لهم تلفزيون الكويت هوليود. وكان مفتوح، ما كنا عمرنا يعني ايش يسوون، الدول كانوا يبعثون يتدربون عندنا احنا هنا في تلفزيون الكويت. حلو. يعني وبعدين شنو اول برنامج استلمته؟ يعني برنامج رسمي من غير الحفلات والجلسات الغنائيه؟ لا كتقديم. تقديم. لان اللي عرفته انك ان شاء الله راجع لنا باذن الله.
نخاشها لا نخاشها نبدي من الاول علشان نتحكى بعدين على الاخير. يلا قول لنا الحين بطل جرب على قولتهم برنامج ان شاء الله راح يكون عندك راح تشرفنا فيه في تلفزيون الكويت نبي نعرف شنو فكرته. خلاص وايد اقتراحات هو حقيقه برغبه من الاستاذ وكيل الاعلام الاستاذ ابو فواز طارق المنجم مجله تحيه وايد هالرجل يعني ملقاه حبيب ويعني انسان وايد وايد انا حقيقه داش ما ودي اتكلم لان يقولون الحش بويه الانسان اذا يعني ملقاه وايد طيب يرحب ذكي لا تقول كلمة يرد ترى يحفظها لك بعد كسر يحفظها بعد 10 سنين يرد عليك ما شاء الله الله كرته قويه. ف في قدمت ثلاث برامج في برنامج الجزء الثاني اللي هو راح يكون سيوثق حياه وثقت حياه الفنانين اللي هم الجزء الاول ليله فنان عشان تذكرون كانوا الفنانين العرب الكبار فريد الأطرش انا شفت حلقته كل عمل كان مجموعه ذي هذا نجوم لهم بصمات اللي قبله عملت برنامج مع الاخ محسن العلوي ايضا اخراج مجيد الجزاف والاخوان مجموعه ذيلا عملت في ضيافتهم عملت برنامج اسمه ليله فنان ياب جائزه تميز 52 سنه ولا دوله خذيت احنا خذيناها مع $50,000 هذا مكافاه طلعت لنا بس انا قاعد اشوف يعني الافكار صارت كلها رايحه صوب التوثيق والارشفه والامور هذه انا ابي كذي تدري المسابقات اللي انشهرت فيها شوف انا مسابقه رمضان في اعتقادي لحد الناس هو حديث الناس انا اول ما جت الفكره عملتها على البحر بروحي اعدادي وتقديمي وكل شيء بروحي على البحر عملته وكان الصطاف معاه كبير وضرب ضربه قويه البرنامج ثم بعدها يعني عملناه في التلفزيون ودخلت معي سويت وايد برامج الحين ما تحن حق هذه النوعيه من البرامج بس الان التلفزيون اصبح البرنامج هذا اصبح يسند الى او مناقصات او شيء من هالنوع يعني مش اول كنا احنا نتيجه تلفزيون الكويت صحيح الان لا يعني بس يصير تقدر ابو عبد الله انت مثلا يتم اتفاق بينك وبين التلفزيون تسوي مثلا برنامج رمضاني تتفق معاهم من الحين حق رمضان عادي بالعكس والله شوف انا احنا نسوي برنامج جيم شو برنامج انا انا عندي استعداد الان اعمل برامج مش برنامج حقيقه خاص مسابقه رمضان يعني بس ابي بس بالستايل اللي انا ابي ماكو جائزه والله روح اكل مطعم جائزه روح نظف لا صح جوائز لا اسنانك روح لا لا جوائز تسوى الان الان التلفزيونات اول انت 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 من جاي تركب اخر الباص انت من مؤسسين الاعلام تلفزيون الكويت على حجمه الصغير نافس دول كبيرة فبالتالي أنت لما تقدم شيء يعني أنا ودي أوقف على المستوى اللي كنت أنا فيه بس ما ودي أقدم شيء ضعيف يعني بس شلون راح ترجع للتلفزيون واستمرارية عملك وانت الحين صرت مستشار بسفارة الكويت لا يمنع أنا شو بقول شيء واحد عارفة مثل إحنا أي فنان سواء كاتب مقدم شاعر أيا كان يرجع الفضل الأول لهذا الجهاز عليه هو اللي هو اللي طلعنا هو اللي تبنانا هو اللي واللي ما في خير حق ديرته ما في خير ما في خير أنا ما عندي استعداد حتى الآن أطلع خير حتى بأهل ديرتك يعني اللي أنا أعرفه واللي الكل يشهد لك فيه يعني أنت ما شاء الله عليك يعني حتى المرضى الكويتيين اللي موجودين بتايلند دائما يعني وراهم وتتابعهم واللي عنده مشكلة تحاول تحلها وايد. حتى وقت الفيضان كان لك أيضا نعم. لمسات إنسانية أنا كذي شوفي بقول شيء واحد انا اعتبر نفسي سفير ديرتي ايش حق انا من قال انت سفير بدون سفاره اي نعم جدك المحضر وانا كل يوم عقب صلاه العشاء اروح المستشفى امر عليهم كلهم اقعد يا هذا اقعد يا هذا حريم ريايل اللي كذا سولف وياهم اللي كذا اللي حتى السفاره الله يخليهم متعاملين معي ساعات اطلب منهم اشياء حق مرضى يعني مع شوفي عندنا سفارتنا محترمين فوق المحترم الأستاذ عبد الله الشرهان يعني 60,000 نعم فيهم كلهم السفارة والله لما أتى العيد الوطني بنفس السفير مر عليهم كلهم كل واحد علم الكويت وهديته وكل شيء احتفلوا احتفل معاهم في العيد الوطني هناك هو نفس السفير والمجموعة السفارة كلهم السفير كلف الأخوان أجزاء اليوم تزورون هذيل يوم يزورون لأن المستشفيات مش قريبة واحد مني واحد مني صحيح. واحد مني يعني آخر صورة مع الأسف كان عندي بتلو ما جبتها زاير أم جسوم إذا تذكرون فرقة أبو جسوم كان السفير بين فترة يروح يزورهم كلهم زار أبو جسوم أبو جسوم مريض على فكرة اللي هي أم جسوم وليس أبو جسوم حلو طبعا الذين توافقوا زين أبو عبد الله يعني على السريع كذي فانز
عزيز لويس ولدك الله يحفظه ويطول عمره فانزهم يبي يسمعون كلمة منك، شو تقول حق ولدك؟ شلون تكلم عنه؟ كلمنا شلون اكتشف في الموهبة هذه وشلون دعمته؟ بس عبد العزيز حتى عبد الله. لا عزيز يلا اثنينهم بس نبي يتكلم عن عزيز شوي. شوف عبد الله أنا كان عزيز كان ذكي لأقصى الحدود وشاطر في دراسته فاطر في كل شيء. احنا قاعد نشوفهم الحين عزيزان ايه وما شاء الله يعني من وايد يعني كنت كان بودي يا طب يا يدش يا عملية تسمي وراح البترول فعلا ويا الأول على الدفعة ولكن مخه خلاص هو هني فنان فقال ما حبيت أرغم على شيء فهو ميولة كذي راح درس موسيقى وخلص والحين والحين ما شاء الله يعني لحن ودويق على فكرة وما شاء الله عليه ما دخل في شغله ولكن يسمي يعني بابا ايش رأيك تسمع أغاني إيه؟ إذا سمعتها فجأة شي بالراديو تستانس استانس لما يقول لي بسوي هالشكل يعني امس كان عنده حفله اول امس والله ما دريت عنه تفاجات في الصور نازلين قلت له بابا قول لي ظاهر يلا الله يوفقكم ان شاء الله وبنيتك الحلوه منو كانت البنت بالصوره الصغيره هذه حنون ما اكتشفت فيها موهبه لا 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 ما عندي بنات لا عندي ما في مونولوج ولا شغل وليه عبد الله كان موهوب طبعا يكون كاشخ بالعقال يعني بالعقال هذا مال القرقيعان ترى على فكره عبد الله ميول اخراج وايد عجبني في عبد الله ذوقه في الكادر وايد حلو وايد حلو نسميه احنا نسميه بالعامي عندنا في المسلسلات تقول عيونه حلوه عينه عيونه حلوه, حلوة. بالتالي انا يعجبني كادره يعجبني اسلوبه في هذا ياخذ راي وايد بس في الفتره الاخيره قلت له خلاص انا باعتقادي انك دليت دربك اي لا مودرن تطور مع هذا وبعدين يحب ويحب شغله والله احنا استانسنا جدا بوجودك واستمتعنا بهاللقاء وصراحه الوقت اللي قضيناه معاك ما يكفينا نبي اوقات اكثر من لا انا وايد ممنون يعني لكم حقيقه انا اللي ممنون يعني حقيقه يمكن من زمان لا شفت الجمهور ولا شفتكم ولا غيره و اكيد جمهورنا اشتاق لك وقاسم عبد القادر طبعا ما بيتكلم عنه لان الاعمال معاه كثيره ناجحه حتى له صوره انا معاه ما برضى يحطها قلت له بطالع ترى ما عاد قاعد بالكنترول كل شيء تقعد عندك وربنا يوفقكم وبرنامجكم من البرامج المتميزه ان شاء الله واتمنى لكم يعني التوفيق يا ربي ولكل معاكم الاخوان الشطاف وشكري للاخوان الفرقه وشكرا لكم انت وتحيه لجمهوري وارجو انه يعذرني اني انا قد انقطعت ولكن مشتاقين لك الجمهور مشتاق لك وبانتظار الافكار الجديده ان هي تبث ان شاء الله على شاشه الكويت الله يوفقك شاكر ضيافتكم الله يوفقكم ان شاء الله واخذناكم من شغلك اليوم يا حبيبي كل كرمال عيونك طول لي عمرك حبيبي الله يحفظك شاكر لكم ممنون حبيبي مستمرين معاكم مشاهدينا بفقرات لا الكويت عندنا فقره زميلنا عبد الله الطراح نشوفها ونرجع نكمل معاكم لا الكويت